بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا ان يصل بالانسان الوضع الى ان يقتل الاولاد الى ان يقتل الاطفال فهي حاله في غايه الانحدار الاخلاقي والانهيار القيمي لهذا الانسان بل للمجتمع الذي ادت ثقافته وانماط سلوك افراده الى القيام بمثل هذه الفعله الشنعاء لان الطفوله في الواقع هي عنوان البراءه هي عنوان النقاء هي عنوان الصفاء الذي نعيشه في حياتنا وقد جاء في الحديث القدسي لولا اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا يعني من موارد الرحمه لهذه البشريه لهذه الانسانيه المحذبه الطفوله فحينما يعتدى على هذه الطفوله حينما تغتال هذه الطفوله هذا مؤشر خطير على انحراف اخلاقي مخيف وعلى انهيار قيمي يجب ان يلاحق ويعالج والا سوف تصل الحاله الى نقاط غايه في السوداويه والظلاميه والمستقبل المجهول والغد المقلق للإنسان فردا كان أو مجتمعا. قبل الدخول في هذه الآيه، هناك آيه أخرى مشابهه للآيه الكريمه. احنا قلنا في بداية حديثنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم". هناك آيه أخرى تقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم يعني الأولى نرزقهم وإياكم الثاني نرزقكم وإياهم لماذا هذا التقديم والتأخير خشية إملاق يعني يفهم منها أن الأبوين فرضا أو الأب اللي هو مسؤول عن الجانب الاقتصادي فرضا لأن كان وراء القتل بعد اقتصادي الفقر الاملاق الفقر يخشى الاملاق يعني هو الان وضعه المادي مستقر لكنه يخشى ان جاءه طفل جديد تختل الميزانية فبمن يفكر يفكر بطفله الجديد هو الان متوفر عند الحياة له المجموعين عنده موجودين كل شيء مرتب لكن يخشى ان ال الذي سوف يأتي لا تتوفر له الحياة والمعاش الكريم. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. اذا الخوف علي من؟ على الاولاد اولا. فجاءت الايه نرزقهم واياكم. اما الايه الثانيه ولا تقتلوا اولادكم من املاق. يعني الفقر واقع وموجود والاب يعاني الان من فقر لا يستطيع ان يسد رمقه يفكر بنفسه قبل ان يفكر بالطفل الجديد الذي سوف يأتي فقالت الآية نرزقكم وإياهم لما كان الخوف على الطفل المستقبلي نرزقهم وإياكم لما كان خوف على نفسي الأب نرزقكم وإياهم وهذه الدقة في قراءة القرآن الكريم والقرآن الكريم ذاك الكتاب المعجز الراقي الذي لا تزيده كثرة كرة الأيام والليالي إلا تألقا إلا عظمة إلا جذبا للمختصين والمهتمين من كافة العلوم وانحاء المعرفة. على كل حال هذا امر اردنا ان نذكره قبل ان نبدا بالايه الكريمه والتي اشارت الى قضيه مؤلمه كانت البشريه تعاني منها ولا تزال لانه مع الاسف هذه الظاهره ظاهره موجوده من قديم الزمان. كان بعض الحضارات حينما يولد الاطفال يضعونهم على رؤوس الجبال في مناطق بارده ويتركونهم مده محدده من الزمن ثم ياتون اليهم. من وجدوه ميتا يتركونه يقول هو هذا ضعيف نحن لا نريد طفلا ضعيفا. ومن وجدوه حيا من الاطفال ربوه وقالوا هذا الذي يريده. حال من الاستغراب يعني العجيب يعني ولا تزال الان هناك احصائيه في اليابان ظاهرة قتل الأمهات الصغيرات لأطفالهن ظاهرة أرعبة المجتمع الياباني مع العلم المجتمع الياباني مجتمع تقدم ليس فيه مشكلة فقر الثقافة موجودة الأمهات كلهن متعلمات خريجات جامعيات الحياة متوفرة دور الحضانة مرتبة القوانين محكمة لكن يبدو أن أسبابها يعني من أسبابها كما ذكر بعض المختصين تلك النظرة أه البعيدة عن روح الأمومة عند بعض الأمهات الصغيرات وغيرهن دول هذا الطفل سوف يمنعني من التمتع بالحياة يقلل حركتي يقلل سفراتي يقلل علاقاتي أنا أفكر عند طفل بيت إلى آخره فهذه ظاهرة مؤلمة ما تزال البشرية تعاني منها قتل الاطفال في حين هذا القتل يعني مؤشر خطير ومؤلم على مدى الحدار الذي يصله مجتمع من المجتمعات وهناك نمط جديد قد يكون اكثر خطوره من هذا القتل وهو القتل الاخلاقي قد تجد الطفل موجود لكن مقتول اخلاقيا منزوعة من نقيم السماء متربي تربية سيئة لم يجد من يوصل اليه الكلمة الطيبة لا يجد يعني حضنا دافئا بيتا تعيش فيه الرحمة والمحبة والانسجام يعني حالة من حالات القلق حالة من حالات الاوضاع التي يعني يندى لها جبين الانسانيه. إذن الانسان حينما يعيش في مجتمع الطفوله فيه معذبه، الطفوله فيه مطارده، الطفوله فيه مقتوله اخلاقيا وجسديا مما استدعى الامم المتحده عام 1959 الى ان تخرج حقوق الطفل يعني مسوده نظام حقوق الاطفال والحفاظ عنها او الدفاع عنها وطبعا كما نعلم ان الاسلام كان سباقا في مساله حمايه الاطفال وتوفير الاجواء التربويه والاخلاقيه لهم ولنشاتهم وعموما فان تلك الفتره فتره الطفوله هي الفتره الجميله التي يحن لها الجميع ماكو واحد منا الا ويحن الى ايام طفولته يتذكر المواقف الجميله يتذكر النبل يتذكر العاطفه التي كانت تحيط به كما يقول احد الشعراء ايام لا اعرف معنى الهم ولا ابالي بالظن الملم ان يصعد الماء الى الاشم او يهبط الماء من الخضم ما زلت بين والدي وامي هذه الايام الجميله الايام السعيده التي يعيشها وقد حث النبي صلى الله عليه واله على حب الاطفال حث على ان يكون الانسان محبا للاخرين وكان النبي صلى الله عليه واله من عادته ان يستقبل اطفال المسلمين حينما يولدون حديثا ويدعو لهم ويرعاهم ويهتم بهم وذات يوم جاء احد الصحابه بطفل له وضعه في حجر رسول الله ليدعو له النبي هذا الطفل بال في حجر النبي فاحرج ابوه فقال له النبي دعه لا ترزمه يعني لا تقطع بوله حتى ينتهي هذا الطفل يعني لاحظ ان النبي صلى الله عليه واله اعطى هذا الطفل حقه هذا الطفل لا يملك نفسه خيارا لم يمنعه لم يقطع عليه حاجته الطبيعية وهذا نوع راقب من أنواع العناية والاهتمام بالطفولة بل أكثر من هذا الإسلام أعطى بعدا أخرويا لاهتمامك بأطفالك لرعايتك لأبنائك النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. طبعا الولد لغه يعني الذكر والانثى ولذلك الاولاد يعني من الذكور والاناث، الابناء يعني ذكور، فرق بين ولد وبين ابن لغه ولد يعني ذكر او انثى. الابن يعني ابناء وبنات، احنا نشوف هذه المدرسه مدرسة كذا للبنين مو للأولاد للبنين لأن الأولاد تشمل الذكر وتشمل الأنثى هذه فائدة لغوية وذاك الطفل أو الابن هو من الذين يشفعون حتى عندنا في بعض الروايات أن يقال للرجل ادخل الجنة قال إلهي لا أدخلها إلا ومعي أبواي فيأتي النداء خذ بيدي أبويك وأدخلهما إلى الجنة من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام لأبويه قال: اللهم إن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما فيه. يعني يوم القيامة إذا مغفرة الله ورحمته وصلت إلى الوالدين قل إلهي إذا أرادوا أن أصحبهما إلى الجنة تقبل شفاعتهما. اللهم إن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما فيه. وأن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما لاحظ حتى في ترتيب هذا الدعاء هناك بر بالوالدين يعني قدم احتمال أن الرحمة والمغفرة تصل لأبوه قبله على أن تصل له قبل والديه هذا نمط من أنماط البر بالوالدين حتى في الدعاء وفي تقديم وتأخير فقراته وعموما ذات يوم يلتفت النبي صلى الله عليه واله الى عثمان بن مظعون رضوان الله عليه، ذلك الصحابي المهاجر وهو اول من توفي من المهاجرين بالمدينه وكان النبي يحبه وكان عيو عليه السلام شديد الحب له حتى سمى احد ابنائه باسمه. كان عنده صبي يقبله فقال له النبي صلى الله عليه واله اتحبه؟ قال نعم يا رسول الله فداؤك ابي وامي. قال ان من قال الا ازيدك حبا له؟ قال جعلت فداك قال ان من ترضى صبيا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامه حتى يرضى كان صلى الله عليه واله يقبل الحسن والحسين عليهما السلام فمر به احد القساة الاقرع بن حابس قال ما تصنع يا رسول الله؟ قال اقبل ولدي قال وكيف تقبله؟ قال هذا ابني ما تصنع انت؟ قال والله ان عندي عشره من الولد ما قبلت أحد منهم ذات يوم فلما صرف ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه واله ان هذا عندي من اهل النار من لا يرحم لا يرحم فاذا الاسلام حث على ان يعيش الاطفال المحبه ويعيش الطفل في بيئته في في عائلته اهتماما ورعايه وانسجاما مع الاسف نلاحظ الان احنا مع هذا التطور الاخلاقي المخيف وبروز انماط اخلاقيه قلقه يعني اخبار مؤلمه شوف امراه ام تاتي بطفليها ترميهما من على الجسر الى النهر يموت هذان الطفلان اقول اي قساوه نحن وصلنا اليها وهناك مشاهد مرعبه مع الاسف صور مقلقه مواقف تدعو الى الحذر وتستدعي المختصين من علماء من يعني معلمين من مراكز دراسات وابحاث من مراكز تربويه ان تعنى بالتربيه ان ننزل في برامجنا في مدارسنا دروس أخلاقية دروس تربوية أجهزة الإعلام القنوات الفضائية أخذناه بس تبحث عن الإثارة السياسية والخبر المقلق سوي لك في برنامج تربوي وخلي يكون برنامج ناجح مو برنامج ثقيل لا يستمع إليه المشاهدون ولا يقرأ، يقرأه المتابعون خلي يكون عند برامج تربوية وبرامج جميلة شوي أصرفوا عليها يعني حتى يكون هذا أقل شيء زكاة لهذه القنوات وتبرير لوجودها ما شاء الله كثرة قنوات ردين هاي القنوات تعنى بالعمل التربوي العمل الأخلاقي كافي توترات وكافي تخندقات وكافي تنابزات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه خيرهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة نحاول أن نذكر بعض النقاط التي أولاها النبي صلى الله عليه وآله بالأطفال أولا حسن تسمية الطفل من حق الطفل على أبيه أن يحسن تسميته وكان صلى الله عليه وآله إذا جاء له بطفل صغير يسأل عن اسمه فإن كان اسما جميلا أمضاه وإلا بدله باسم آخر صلى الله عليه وآله يدخل رجل ذات يوم على الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله إنا نسمي أبناءنا بأسمائكم هل ينفعهم ذلك؟ قال نعم وهل الدين إلا الحب ثانيا أن يعيش الطفل ما بين أبويه في حالة من حالات الاهتمام بالتربية دين العمل التربوي لابد له كما يقول بعض المختصين من عطف من جهة وشده من جهه اخرى حتى يصير تقويم السلوك يعني بعض الاطفال هل قد ما مدلليهم اهلهم مزعجين لما يجون يزورونك وياهم طفل يضرب هذا يضرب ذاك ولا احد يردعه ولا احد يقول له صح ولا حد يقول له خطا والله شنو بعد طفل ما يصير من الان كل علم هذا صح وهذا خطا هذا يصير وهذا ما يصير هذا يجوز وهذا ما يجوز هذا عيب وهذا مو عيب اذا راح من عندنا العيب اذا اختفت حاله القيم الاخلاقيه والمجتمع وين راح نوصل؟ ينقل عن الشهيد شهيد الاسلام السيد محمد باق الصدر كان يقول العلويه ام جعفر انا اريد اتولى تربيه الاطفال انت تكون شديده عليهم حتى يرجعون الي انا اعطيهم الجانب العاطفي والتربوي هذا امر ثاني ثالثا اعطاء هذا الطفل ما يستحقه يعني الاب خاصه عليه ان يعطي عائلته يعطي اهله يعطي اطفاله الوقت الكافي يحتاج الطفل يشوف ابوه يمه يسمع كلمه من عنده يسمع توجيه وعن النبي صلى الله عليه واله جلوس الرجل في عياله احب الى الله من اعتكاف في مسجدي هذا الامر الرابع المهم في العمل التربوي ان المفاهيم التربويه تاتي تباعا تاتي بطريقه غير مباشره علماء التربيه يقولون التربيه على نمطين على قسمين باسلوبين بطريقتين اما اسوي لك صف ودرس الاول ودرس الثاني وهذا صح وهذا غلط او لا تمرر القيم الاخلاقيه المفاهيم التربويه بصوره غير يعني مهيئ لها لا يشعر المقابل أنك تريد أن تربيه يعني تأتي هكذا بصورة عفوية بصورة غير مباشرة ويقولون يقول هؤلاء المختصون أن هذا الأسلوب أولى وأبلغ وأهم وأكثر تأثيرا من أسلوب الآخر أنت قاعد على مائدة الطعام أنتم مثلا جاي يشاهدون في برنامج معين تعلقون على قضية معينة قاعدين بحديقة راكبين بسيارة أنت والأسرة أذكر لك فد مفهوم تربوي احكي لك فد قصة علق على فد قضية بالشارع أعطي رأيك في خبر من الأخبار تسرب المفاهيم التربوية شيئا فشيئا لهم هذه نقطة رابعة ومهمة في هذا المجال النقطة الخامسة في تربية الأطفال علي على الانسان ان يجهد الامكان ان يوجد لاطفاله اصدقاء يعينهم على السلوك القويم، يعني تكون تبحث عن اسره ملتزمه، عن اسره اللي معروفه باخلاقها وتربيتها وتحاول تسوي علاقه بين اطفالك وبين اطفال هذه الاسره، انت عندك اخ، عندك صديق، آه زوجتك عندها صديقه عندها اخت ومعروفين بالتربيه ومعروفين بالاخلاق، خلي يصير تعاون خلي يصير تعارف ما بين هذه العائله وهذه العائله حتى يعيش الاطفال جوا تربويا ورعايه آه من خلال الاطفال، لانه قد يكون الطفل او قد يكون الصبي، قد تكون البنت تتأثروا بصديقتها أكثر ما تتأثر بأمها وقد يكون الولد الابن يتأثر بصديقه أكثر ما يتأثر بأبيه فإذا اجتمع هذا الأمر الأبوان يوجهان من جهة في داخل الأسرة وأطفال وأصدقاء وصديقات لابنك أو ابنتك أيضا في مأمن تربوي في محضن أخلاقي طبعا هذا راح يكون إلى كثير التأثير وعظيم العطاء في الوصول إلى المستوى الأخلاقي الذي يسعى إليه الأبوان ما استطاع إلى ذلك سبيلا وطبعا القيم الأخلاقية هي مو فقط دائما عبر نقاط يعني هاي النقاط نذكرها مجرد للتذكير وقال لك كل انسان عنده اسلوب عنده طريقه عنده ظروف ان نستفيد من تجارب الاخرين يعني اذا انا عندي مثلا ابناء احاول اسال الناس اللي هم قبلي اللي عندهم خبره احسن من عندي كيف يمكن ان اعمل على التربيه كيف يمكن ان اتكلم مع اولادي ما هو الاسلوب الصحيح ما هي الطريقه الصحيحه ونقطه اخيره في هذا المجال ونحن نعيش هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك. ابنك اذا كان يصوم لاول مره او بنتك الصوم لاول مره لا تنسى لا تنساهما من هديه في اخر الموسم. والتحفيز للاطفال على عمل الصواب والتحذير من العمل الخاطئ هو اسلوب تربوي مهم. يعني الان حتى تلاحظ بالمدارس مثلا الشاطر يقول يا أبا هذا الأول يلبسونه فد وشاح يخلوا له فد نجمة يخلوا له فد شغلة معينة حتى يشجع على أن يبقى متألقا يبقى ناجحا يبقى متقدما وأيضا يحفز الآخرين على أن يكونوا من هؤلاء الناجحين من هؤلاء المتقدمين فالطفل يحتاج إلى تقوية ودعم وتأييد للأخلاق الحسنة وتنبيه وردع لا سمح الله إذا ارتكب خطأ لكن بأجواء أجواء إيمانية ولهذا من الخطأ أن ينبه الطفل على خطئه ويؤنب في حضور أطفال آخرين أو قد حتى في داخل أسرة ما استطعنا إلى ذلك السبيل يعني كلما تستطيع أن تؤنب ابنك أو ابنتك لوحده أو لوحدها حتى ما يشعرون ان نفسيتهم قد انهارت، ان هناك نظرات استخفاف بهم من الاخرين، ومن الخطأ ان يؤنب الانسان ولده امام اصدقائه، يحط من قدره امام رفاقه، امام من كان معه في مدرسته، هاي كلها قضايا مهمه لعلها تنفعنا ونهتم بها. في عملية التربية. إذا موضوع العناية بالاطفال والاهتمام بهم من الموضوعات المهمة التي اهتم الاسلام بها والتي رعاها وهي قضية انسانية لأن أن يصل الانسان إلى قتل الطفولة والاستخفاف بالقيم الاخلاقية فهذا انحدار اخلاقي مخيف على الناس أن يجتنبوه. وعلينا ان نسعى لتربيه مجتمع يحترم الطفوله ويعطي للطفل حقوقه لان في ذلك ضمان لمستقبل الاجيال واستمرار العطاء في مستقبل الامه. ولهذا من الامور المؤلمه التي نعيشها انا اذكر احد الاخوه كان مقدم رسائل ماجستير لاحدى الجامعات الاسلاميه حول قضايا كربلاء واراد ان يعطي مختصرا لمجلس حسيني ختمه بمصيبه الطفل الرضيع ذاك الاستاذ قال مستحيل هذا الشيء موجود انتم تفترون على بني اميه فراجعت المصادر التاريخيه الاسلاميه العامه يقول وجئت له بمجموعه من كتب السير وكتب التاريخ التي ذكرت أن حرملة بن كاهل وكان مع الجيش الأموي يوم عاشوراء رمى طفل الحسين عبد الله الرضيع بسهم أرداه قتيلا. يقول ذاك الأستاذ الجامعي تعجب أن يكون في تاريخنا مثل هذه الفظائع، وفعلا من الأمور المؤلمة التي نعيشها حينما نتذكر أحداث كربلاء الطفل الرضيع. وكان أهل البيت سلام الله عليهم يتألمون إذا ذكروا هذا الطفل أو ذكروا به الإمام زين العابدين عليه السلام يلتفت إلى المنهال وقد كان قاصدا المدينة بعد أن كان بمكة معتمرا هو جاء من أهل الكوفة قال يا منهال ما صنع حرملة حرملة ما زال حيا بالكوفة شوف مدى الألم والحزن الموجودين في قلب الامام زين العابدين قال نعم يا رسول الله ما زال هذا الرجل موجودا يقول رفع الامام يديه قال اللهم اذق حر النار اللهم اذق حر الحديد كم الم هذا الرجل الطاغيه قلوب اهل البيت عليهم السلام يقول من هذا لما عدت الكوفة كان المختار قد خرج بنهضته وبينما انا كذلك واذا بهم قد جاءوا بحرملة ابن كاهل فقال علي بالجزار اقطع اللحم وارمه في النار قلت سبحان الله والله أكبر فقال لي المختار لما سبحت وكبرت والله أولى أهل للتسبيح والتكبير لكن لابد هناك سبب قال الآن عدت من المدينة والتقيت زين العابدين وسألني عن برية هذا ودعا عليه بالحديد والنار وها أنا ذا أجد أن الإمام زين العابدين قد استجاب الله دعاءه على يديك نزل المختار من على ظهر جواده وعفر جبينه بالأرض ساجدا لله شكرا قال هكذا الله يستجيب دعاء الإمام على يدي ثم قال له أنا عددت طعاما بمناسبة عودتي من مكة قال أنا اليوم صائم شكرا لله أن الله استجاب دعاء الامام زين العابدين على يدي اقول هذه لوعه اخيه الامام زين العابدين فكيف بلوعه امه وكيف بلوعه ابيه الحسين وقد عاد به من القوم مذبوحا من الوريد الى الوريد ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرقدا مخضبا من فيض أوداجه ألبسه سهم الردى مجسدا في الطريق تلقته ابنته سكينة رأت أخاها ساكتا لا يبكي تصورت أن القوم قد سقوه قالت أبا يا حسين بقي عندك شيء من ذلك الماء قال خذي أخاك مذبوحا بوي العطشان عطشان خذت يا. آه اه, آه, آه بسهم العدو عطشان مذبوح جيبت يا اه, آه, 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 آه شنه الذنب خويا العمال تايه آه آه, آه, آه آه عطشان عطشان ولسانك دلعت ساعد الله قلب أمه الرباب وهي تنظر الى رضيعها مذبوحة ونبني ونبني مئات للحزن ننصب وَنَبْنِي رمان حرم لبسه مايا وانا الطفل عاد يفطمون وانا ابني ينفطم يا ناس بسهامي من ومرضعة النحات بجنب رضيعها مولهة والوجد باد با وكامين آه فودت له ودت بأن تفقي له أو ماء عينها ليروى ولكن ذلك الماجين ورب مرضعة نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق اليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغير سوء حالنا بحسن حالك تتقبل أعمالنا بأفضل قبول لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا أيد علماء العامين مرجعيتنا الدينية المباركة المؤسسون، المساهمون، الداعمون لهذه المجالس تقبل اللهم عملهم بأفضل القبول إلى أرواح أمواتهم أمواتكم أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهداهم جميعا